المسلسل اللي مسك حقيقي وكلنا عارفين طبعا انها كانت مهندسه تابعه لاسمي وهي 2005، هل هتبقى على هذا المنهج وهتفضل ثابته عليه وتقدم للناس برنامجها بهذا الاسلوب ولا هتغير مع الصوت؟ بالظبط حسين، بس عرفنا بيك يعني عرفنا بنفسك يعني. معلش هو في حد قريب برضه ما يعرفكش؟ لو سمحت. تفكرش موضوع 2005 وفجأة 2011، برضه في تاريخ في النص عملنا فيه شوية حاجات.